في الفيديو السابق تحدثنا عن الرابطة سيجما وكيفية تشكلها. لنقوم بمراجعة سريعة، لنرسم نواتي ذرتين هنا، ولنفرض أن هذا المدار SB3 المهجن وهو بهذا الشكل كما ترون. نعم، ومن ثم الذرة هذه لديها مدار SB3 المهجن أيضا وهو هكذا. أصبح معروفا لديكم الآن شكل هذا المدار. رابطة سيجما هنا تكونت نتيجة تداخل هذين المدارين بنفس الاتجاه بشكل رأسي إن صح التعبير بهذا الشكل. والآن هل من المحتمل وجود روابط أخرى غير رابطة سيجما هذه؟ دعونا نرى. قبل ذلك هذه هنا رابطة سيجما، لأكتب سيجما بوند. نعم، وربما ستقولون ما هي الروابط الأخرى التي قد تتكون؟ هنا الرابطة سيجما تكونت نتيجة تداخل مدارين بشكل رأسي كما قلنا وكما ترون هنا. والرابطة الأخرى التي قد تتكون، يمكن أن تتخيل إذا كان لدينا مدارين بي، لنرسم نواتي ذرتين، وسأرسم المدار بي لكل نواة منها، هذه هنا وهذه الذرة أو النواة الثانية هنا. إذا لنقل أنها هنا النواتين، وسأرسم فقط مدارات بي لكل منها، مدار بي بهذا الشكل كما تعلمون، لنرسمها بشكل تكون قريبة لبعضها. سأضع النواة الثانية هنا، اعذروني ربما سأرسم وأمسح عدة مرات. إذا لنرسم هذا المدار، واحد من مدارات بي بهذا الشكل، أريد رسمه بشكل أكبر من هذا، وسوف تعرفون لماذا خلال لحظات. إذا واحد من مدارات بي هنا بهذا الشكل، وأيضا هذه الذرة هنا أيضا لديها مدار بي وهو موازي لمدار بي الأول. إذا سيكون هكذا، ومن الأسفل أيضا هكذا، سأرسمهم من الأسفل بشكل مستقيم أكثر. أريد أن تتداخل بشكل أكبر، إذا فليكن هكذا. نعم، أعتقد أن الفكرة وصلتكم الآن. إذا هنا المدارين بي متوازيين لبعضهما البعض. لو نظرنا إلى المدارات اس بي 3 المهجنة، إنها تتداخل رأسيا كما ذكرنا. هنا التداخل بشكل غير رأسي، لاحظوا أن المنطقة أو الآن منطقة التداخل ناتجة عن هذا هنا في الأعلى وأيضا هنا في الأسفل. وهذه الرابطة تسمى رابطة باي، سأكتب هذا هنا، وأيضا بهذا التداخل هذه رابطة باي بوند. يمكن كتابتها بالحرف اللاتيني صاحب هذا الشكل، أو يمكن أن نكتبها باي بوند، رابطة باي طبعا. وهذه الرابطة تشكلت نتيجة تداخل مدارين بي من ذرات مختلفة بشكل متوازي كما رأينا. نعم، رابطة سيجما هذه والتي تشكلت عندما تداخل مدارين الـ SB3 المهجنين بالشكل الرأسي هي أقوى بكثير من الرابطة باي. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الرابطة باي تتكون بعد تكون الرابطة سيجما بين نفس الذرتين، إما أن تكون الرابطة الثانية أو الرابطة الثالثة. وللحصول على تصور أفضل لابد من الاستعانة بمثال يوضح لنا هذه الأمور. سأرسم الصيغة البنائية لمركب أو لجزيء الإيثان. لدينا ذرة كربون مزدوجة الارتباط مع ذرة كربون أخرى هنا، وعلى كل منها ذرتي هيدروجين. طبعا هذا جزيء الإيثين وليس الإيثان كما ذكرت. الآن دعونا نحاول جاهديا رسم كيف تبدو المدارات حول كل ذرة من الكربون وكيفية تداخلها. وكما قلنا فإنه يوجد رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون في هذا الجزيء هنا. دعوني في البداية أرسم مدارات SB2 المهجنة، ولكن قبل ذلك فعندما كنا نتعامل مع الميثان وهو هكذا، سأقوم برسمه هنا في الأعلى ميثان. نعم، ذرة الكربون مرتبطة مع 4 ذرات هيدروجين، سأمسح هذا، لا سأمسحه وأرسمه بطريقة حيث تبدو ذرات الهيدروجين ثلاثية الأبعاد مع الهيكل الرباعي السطوح. قد يبدو هكذا، ذرة الهيدروجين هذه تشير للخارج قليلا، والذرة هذه تبدو على مستوى منطقة الرسم.
وهذه تظهر وكأنها للداخل قليلا، أما هذه فهي على المستوى ولكنها للأعلى. هذا الميثان، وشاهدنا أن هذه كلها مدارات اس بي 3 مهجنة حول ذرة الكربون وتداخلت مع بذرات الهيدروجين أو مدارات الأس من ذرات الهيدروجين بشكل رأسي. وأيضا تحدثنا قليلا عن الشكل الرباعي السطوح أو ما يسمى بالتتراهيدرال، وكيف أن كل زاوية في هذا الجزيء هي 109 درجة ونصف، وكان التوزيع الإلكتروني لها هكذا 1s2، ومن ثم بدلا من أن يكون لدينا 2s2 أو 2b2 على 3 محاور، كان ماذا سيكون لدينا؟ لنحاول هذا بطريقة أخرى، سأمسح هذا، سأكتبه بشكل أفضل. في المدار 1s لدينا إلكترونين، ومن ثم بدلا من وجود إلكترونين في المدار 2s كما ذكرنا، وإلكترون واحد في المدارين أو في المدارات بي أكس وبي واي وبي زد، فإن مدارات الـ 2 بي كلها اختلطت مع الـ S مع 2 S، وأصبح لدينا 3 مدارات أو 4 مدارات من الـ 2 S بي 3، هنا واحد وهنا الثاني وهنا الثالث، ومدار مهجن آخر أخيرا الرابع 2 S بي 3. في العادة عندما تكون ذرة الكربون غير مرتبطة سيكون لدينا هنا 2s و2bx و2by و2bz، لكن كما شاهدنا في الفيديو السابق أن جميع هذه المدارات تختلط، ويصبح كل مدار منها يحتوي على نسبة 25% من مدار s و75% من مدار b، ويحتوي كل منها إلكترون واحد فقط في هذه الحالة. نعم، عند التعامل مع الكربون في الإيثين، تذكروا المقطع الإي يدل أو إيث يدل على أن هناك ذرتي كربون في الجزيء، والمقطع إين يدل على أنه ألكان. في هذه الحالة التوزيع الإلكتروني للكربون سيبدو بهذا الشكل، لدينا المدار 1s وهذا المدار 2s، سأمسحه، سأضع هنا الإلكترونين قبل ذلك. نعم، ثم بعد ذلك في المستوى الثاني من الطاقة لدينا نعم دعوني أستخدم لون مختلف. إذا في الغلاف 2 سأوضح ما أقصده خلال ثواني، هنا أيضا 2 وهنا أيضا 2، أنا لا أكتب S أو B وذلك عن قصد. سيكون هناك 4 إلكترونات كما في السابق أيضا، لأن ذرة الكربون ما زالت تشكل 4 روابط حولها. إذا سأكتب هنا إلكترون، 2 3 4، 4 إلكترونات في المستوى الثاني للطاقة. لكن في هذه الحالة بدلا من أن يكون كل منها مختلط كجزء واحد من S وثلاثة أجزاء من B، S سيختلط مع 2 من مدارات B. إذا المدار S سيختلط مع مدارين من المدارات B، إذا ما لدينا هو المدار 2SB 2 3 من مدارات أو المدارات 2SB2. إذا يمكنك تخيل المدار S تهجن مع 2 فقط من مدارات B. إذا الآن هذا المدار عبارة عن جزء واحد من S وجزئين من B، وبعد هذا سيكون هناك واحد من مدارات ال B منفردا وهو صافيا، ونريد أن يبقى هنا بنفسه، وهو سيكون مسؤول عن تشكيل الرابطة باي هنا. وسنرى أن الرابطة باي تؤثر في الجزيء تأثيرا كبيرا، حيث أنها ستجعل هذا الجزيء غير قابل للدوران، وسترون هذا خلال لحظات. والآن إلى الرسم ثلاثي الأبعاد لنرسم مدارات كل من ذرتي الكربون. دعوني أستخدم لون آخر. لدينا ذرة الكربون هذه هنا، لنفرض أن النواة هنا، سنضع السي بنفس اللون بحيث ندرك مع أي ذرة نتعامل. ومن ثم سأرسم المدار 1s وهو صغير جدا حول ذرة الكربون. ومن ثم لدينا هذه المدارات المهجنة، مدارات الـ SB2. سأحاول جاهدا رسمها لتكون ثلاثية الأبعاد، وأتمنى أن يساعدكم الرسم المتواضع أن تتخيلوها بشكل صحيح. إذا لدينا مدار هنا، وهذا نوعا ما يخرج للخارج قليلا، ولدينا واحد هنا أيضا للداخل قليلا. طبعا لدينا هنا الجزء الثاني من المدار هذا والجزء الآخر من المدار الثاني. الأمور أصبحت أعقد قليلا الآن.
ثم سأرسم المدار الثالث بهذا الشكل، ويمكن أن تتخيل هذا الرسم كإشارة المرسيدس. إذا هذه هي مدارات الأس بي 2 الثلاثة لذرة الكربون على اليسار. ولا تغفلوا عن مدارات ذرتي الهيدروجين حولها، نرسمها بهذا الشكل. هذه الذرة سأضعها هنا وأضع مدارها معها. إذا هذه ذرة الهيدروجين، لدينا فقط إلكترون واحد في المدار 1s فيها. لدينا ذرة الهيدروجين أعلى هنا، سأضعها هنا أيضا بمدارها. والآن لنرسم ذرة الكربون الثانية. سأستخدم اللون البرتقالي، سأرسمها هنا قريبة من ذرة الكربون الأولى. نعم، سأضعها هنا. ولدينا مدار واحد S 1S. طبعا لديها نفس التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون الأولى، وهذا هو المدار 1S. ومن ثم سأرسم المدارات 2sp2 للذرة الثانية كما رسمناها للذرة الأولى. طبعا لاحظوا أني لم أرسم للآن المدار 2p للذرة الأولى، رسمت فقط المدارات 2sp2. سأؤجل رسمه فيما بعد. سأرسم المدارات 2sp2 كما ذكرت. كما ترون هنا، هذه الرابطة التي تكونت بسبب تداخل مدارين الـ sp2 المهجنين من كلا الذرتين. سأستخدم نفس اللون. نعم، إذا لدينا هذه الرابطة هنا والتي تكونت من مدارين مهجنين من الـ sp2 بهذا الشكل. هذا المدار الأول sp2، وهنا منطقة التداخل لأنها تشكلت بسبب التداخل الرأسي، إذا هي رابطة سيجما. لا تلوموني على رسمي، فهذا أفضل شيء أستطيع فعله. والآن لنرسم المدارين المهجنين الآخرين. هنا واحد، ومن ثم لدينا واحد آخر هنا، سأرسمه بشكل كبير لأنه يظهر للخارج هكذا. ومن ثم لدينا ذرة الهيدروجين، هذه سأرسمها هنا بمدارها 1s. وهذه أيضا جميعها روابط سيجما حتى نكون واضحين من الآن. هذا المدار يتداخل مع المدار sp2 بشكل رأسي. ومن ثم نعم، هذه رابطة سيجما أيضا، وهنا رابطة سيجما أخرى، وأيضا ذرة الهيدروجين الرابعة لكي لا ننساها ستشكل رابطة سيجما أيضا مع ذرة الكربون هذه. إذا كل الروابط التي رسمتها الآن هي روابط من النوع سيجما. اعذروني سأمسح هذه الخطوط ليكون الرسم أقل تعقيدا، وسأكتب هنا سيجما سيجما سيجما، أيضا هنا سيجما وسيجما أخيرا. إلى الآن رسمت هذه الروابط، هذه الرابطة، نعم، وهذه الرابطة، وهذه أيضا، والرابعة والخامسة، وجميعها روابط من النوع سيجما. الآن ماذا يحدث في المدار الأخير بي لكل من هذه المدارات؟ حسنا، هذا سيبدو كعدم الالتزام بالمستوى أو لإشارة المرسيدس، وهذه أفضل طريقة لوصفه. لنرى إذا كان ممكن رسمه بلون آخر لم أستخدمه بعد، ربما هذا اللون البنفسجي. إذا يمكن تخيل المدار بي الصافي بهذا الشكل. يجب أن أرسمه بشكل كبير، أكبر من هذا. مدار بي الصافي في العادة لا يكون بهذا الحجم الكبير، لكن سأفعل ذلك ليساعدني على وصف تداخلها. إذا المدار الصافي بي هذا سيكون متجه للداخل ربما والخارج هكذا. يمكن أن تتخيله على المحور الزيني، حيث المدارات الأخرى تتواجد على المحورين السيني والصادي. وهنا على المحور الزيني سأعود رسمها مرة أخرى لأحقق التداخل بين كلا المدارين في. إذا هذا الأول وهذا المدار الثاني. لم أنمي مهارتي بالرسم عندما كنت طفلا وكبرت على ذلك، إذا اعذروني إن جعلتكم مشوشين قليلا. لاحظوا أنها تتداخل الآن. إذا هذه الرابطة هنا في هذه المنطقة، هذه الرابطة هي نفسها الرابطة في الأسفل. والآن ما الذي سيحدث لشكل جزيء الإيثين قبل الخوض في هذا؟ هنا التداخل يشكل رابطة باي طبعا، وهذا التداخل أيضا يشكل نفس الرابطة باي، هي نفسها الرابطة، تكونت نتيجة تداخلين من الأسفل ومن الأعلى، وهي الرابطة الثانية.
حسنا، أولا تبدو لوحدها رابطة ضعيفة، لكن لأنه لدينا أصلا رابطة سيجما من قبل، وهي التي تجعل كلا الذرتين، نعم، تقترب من بعضهما البعض. هذه رابطة باي ستجعلهم يقتربون أكثر. إذا هذه المسافة هنا هي أقرب من لو كان لدينا رابطة سيجما أحادية فقط. الآن الشيء المثير للاهتمام هنا، إذا كان لدينا رابطة سيجما فقط، فإن كلا ذرتي الكربون بما تحملاه من ذرات الهيدروجين ستكون تدور حول الرابطة، ستكون قادرة على الدوران حول محور الرابطة هذه بهذا الشكل. لكن بما أن لدينا الرابطة باي هذه، فإن مثل هذا الدوران لن يكون سهلا، لأن تداخل كلا مداريها سيثبت مثل هذا الدوران. أتمنى أني أجيد الشرح وأنكم فهمتم ماذا أقصد. إذا دار أحد هذه الأطراف سيدور معه الطرف الثاني حول الرابطة التي تربط بين ذرتي الكربون. إذا الذي تفعله الرابطة باي في هذه الحالة أنها تقوم كالتالي: كلا ذرتي الكربون تكون أقرب لبعضهما البعض وتقوي مقدار الربط بينهما وتمنع الدوران لمثل هذا الجزيء كما ترون. إذا كان هناك دوران، فإن كلا ذرتي الهيدروجين سيتبدل موقعهما بهذا الشكل تبعا لدوران الطرف جميعه. وأتمنى أن هذا الرسم يساعدكم على فهم ما أرمي إليه. نعم، وآمل أن يعطيكم هذا فهما جيدا للفرق بين رابطة سيجما ورابطة باي أيضا. وإذا كنتم فضوليين، فعندما نتعامل مع مثلا جزيء الإيثاين على سبيل المثال، وهو الكاين أو الكاين كما تعلمون، سأرسمه هنا. إذا هو بثلاث روابط بين ذرتي الكربون، وذرة هيدروجين على اليسار هنا، وذرة هيدروجين أخرى على اليمين. فإن هنا ثلاث روابط سيجما، الأولى بين الهيدروجين والكربون، والثانية بين الكربون والكربون، والثالثة بين الكربون والهيدروجين أيضا. هذه الرابطة، روابط سيجما الثلاث، تشكلت بسبب تداخل مدارات الأس بي وليست الأس بي 2 أو الأس بي 3. إذا هذه الروابط تشكلت بسبب تداخل مدارات الأس بي المهجنة، نعم، وهي التي كونت الروابط سيجما. نعم، إذا هذه ثلاث روابط من النوع سيجما. ومن ثم هاتين الرابطتين، لنغير اللون ونستخدم اللون بنفسجي، كلا الرابطتين هنا هي روابط باي. إذا تصورنا هذا، فإن مدار بي آخر يخرج للخارج، هنا واحد أيضا يخرج لخارج الصفحة أيضا بهذا الشكل، وكلاهما يتداخل، ولديك فقط ذرة هيدروجين واحدة في كلا الاتجاهين. ربما سنقوم بشرح تفصيل أكثر بفيديو آخر عن التهجين SB حلفنا الحلف.